المشكل اللي كاين هنا هو انه كاين واحد المشكل، وهو ان بالنسبه للمشاش الناس اللي بغات تفك من شي مش تجيبو هنا المارشي سانترا. المارشي سانترا ولا بحال مقبره ديال المشاش، ماشي تيجيبو يعني مش يعني فاطمه امو كبير يقدر يعيش، تجيبو مشاش صغار باقيين يلاه تزادو. حتى لو بغيتي تساعدهم تعطيهم شويه الحليب ما يمكنش ما يتوصلش، كيف غدير؟ خصو يرجع الحليب هو ديال امو ولات مقبره. فيك بحال غتربي دري صغير. اه حنا عيينا فهمتيني، درنا المجهود ديالنا وما كفاش، وانا المشاش نطعموهم ونقابلوهم. كاين جمعيات ديال المشاش الا كانوا باقيين صغار يديهم يسولوا يبحثوا على الجمعيات ويديهم لهم، ماشي يجيبوا من مارشي سانترا يلوحوهم فهمتيني. حتى هو راه كائن حي، حتى هو راه خلق الله، حتى هو راه امم امثالنا. اشنو فايده شديتي انت كاع ورعيشيه وداك الشيء اللي عطيتي ليه راه صدق، راه الله غادي يخلفك كما قال لك مضاعفه فهمتيني ولا لا. ماشي تشدو وتجي تلوحو هنايا تخليه مسكين هنايا، راه واحد المساله، راه شحال من جابوه هنا ومرضاب علاش؟ بحال قلتي اكتئب، حنا عطينا الماكل والشرب اكتئب علاش؟ بحال هذوك الناس شدوه نهار الاول رعاو من قضاو بالغرض العلم الله بقاش بغاوه شدوه لوحوه ومشاش هنا. راه ما شاء الله راه عينا يعني فهمتيني، حنا ماشي حنا اللي الجهد ديال الاستطاعه نديروه نعطيهم ياكلوا ونساعدوا باي حاجه. حنا عندنا المشاش، حنا مربين المشاش، ولكن باش يعني تولي تشوف مش صغير باقي الله تزاد تيجيو يلوحوا ثلاثة أربعة خمسة هنايا ما كاينش كي غادي تساعدو فهمتيني ولا لا؟ يخلوهم حتى يتفطموا ويجي لهم. وبالنسبة لذاك الظن اللي هما تيظنوا ظن خاطئ بأن مارشي غايجي يلقوا ما ياكلوا فيه، اسمع سيدي اسمع مولاي، المش إلا جا هنا المارشي سانترا راه ما عنده ما ياكل إلا هذا السيد هذا تيعطيهم الكروكات يعتقهم والحوت يعطيهم الحوت ما بالنسبة راه كاين القهاوي، راه الإنسان تيجي ياكل داك الشيء اللي قسم الله راه تيلحلو مع الشوك، راه كلا الشوك راه تيمرض المشي مرة تيبقى يعاني هنا راه هو كاين حي فهمتيني ولا لا؟ راه كائن حي والانسان الى اعتنى به اعتنى به حتى النهاية يديرو بحال ولده، وإلا ما قدرش يديه الجمعية ويتكلف به ولا يخلص عليه فهمتيني ولا لا؟ ماشي يجي يلوحو هنايا راه ماشي مقبرة ديال المشاش، راه حنا الكازاويين راه حنا ناس رحماء وناس لطفاء وناس واعين وقارين، ماشي يجيو هنا الناس تيجيو التوريست لا بليبار تيجيو هنا تيبقى يشوفوا شو المشاش كيفاش يعيشوا هنا يدوا حنا خيبة، لا يدوا عندنا نظرة جميلة ماشي لا لا ماشي يشوفوا المش هنا مش عيني مسدوده وعيني محلوله وعيني ما عندوش ومش ضعيف كيف تيموت، راه تيصوروا داك الشيء وتيدوه هما لبلادهم والمجتمع الحي ماشي كيعتنوا به فهمتيني. راه قوة فهمتيني الضجيج وقوة المسؤولين وقوة الناس، ما لقيتش الفرصة باش نهضر معاه، راه مشيت باش يعني مشيت باش نهضر معاه ولكن ما لقيتش الوسيلة كيفاش نهضر معاه. راه دابا الميساج راه وصل لا العمدة ولا الناس المسؤولين ولا الناس الكازاويين ولا المغاربة بأن هاد المشاشات راه ما شاء الله راه خص مابقاش هنا مقبرة. حنا راه تنتعلموا الله شهيد علينا راه تنتعلموا، راه حتى حنا مربين المشاش، راه عندي المشاش عندي 8 المشاش راه 9 المشاش مربيهم، راه مازال شوف هاد المنظر راه تنتعلم والله اللي مطالع راه المشاش راه ماشي مقبره. نعم والله العظيم الا كاين بعض الحالات اللي بعض المرات تيدخل شي واحد ما تيكون باقي جاهل ما عارفش الماكله فين غادي يستقر، والله العظيم شحال من حاجه انا هرست ليا هنا مازال شي هنا عندي محلات ديال الارتيزانه ديال النحاس، وشحال من حاجه تهرست لي انا هنا قسما بالله، وهاي نوري لك هي ما كان ساويه 1000 درهم هي تهرست لي البلاستيك. دابا غادي يشوفها الباترون ديالي غادي يعاقبني عليها. اللي بغى يدير الخير في المش اما يديروا باكمله ولا يعطي القطط سميتو، خليهم راه رزقهم غادي ياتيهم من عند الله. هو هاد التصرفات اللي تيديروا هاد الناس راه ماشي تصرفات انسانيه كاع. هذوك اللي كيكونوا خدامين في المبلات كيكون عندهم المشا ولدت شي 10 ولا 12 كيشد هذوك المشاش يحيدهم باقيين صغار يجيبهم امهم ما كايناش اللي غادي ترجعهم باش تردعهم باش يبقاو كيبقاو هنا كيموتوا موسخين مليوعين كيجيو النصارى كيبداو سميتو ماشي معقول المصلحه ديال خاص يكون شي مصلحه ديال البيئه ديال الحيوانات تجيب بحال هكا بحال ديك الحيوانات الضاله تحيد. اما الكلاب كيكونوا في البار ديال المارشي سندرا شي جوج كلاب ثلاثه كلاب ما سميتو التجار كان عندنا اخوان مسؤولين ديالنا ولكن اش غنقول لكم هذاك الشيء اللي قلت لك هو اللي كاين.